بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الثالث لهذا الموسم والذي أقيم على كأس شركة نفط البحرين بابكو وكأس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم السيد فارس الكوهجي الأمين العام للجنه الاولمبيه البحرينيه كاس اللجنه الاولمبيه الى مساعد المدمر الفائز رائد البوعينين فيما قام الشيخ ابراهيم بن خالد ال خليفه رئيس تطوير الاعمال الاستراتيجيه بشركه بابكو بتقديم كاس بابكو للشوط الثاني الى مساعد المدمر الفائز بول سميث وكاس بابكو للشوط الثالث الى الفارس الفائز بول هانغان وكاس بابكو للشوط الرابع الى الفارس الفائز حسين اصغر وكاس بابكو للشوط الخامس الى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة. كما قدم كأس بابكو للشوط السادس إلى المالك الفائز إبراهيم راشد، وكأس بابكو للشوط الثامن إلى مساعد المدمر الفائز بول سميث. وقد اشتمل السباق على ثمانية أشواط.